مكملين اخبارنا مع اخبار الجودو، ولكن هنروح في البدايه لاخبار رفع الاثقال اللي اعلن عن قراره باقامه بطوله الجمهوريه تحت 20 سنه خلال الفتره من 22 وحتى 30 اغسطس الجاري، وذلك في الصاله المغطاه بمركز شباب استاد بورسعيد. الاتحاد كان بعت خطابات لكل الهيئات المعنيه بالمشاركه في البطوله وطالبهم بضروره الالتزام بالبروتوكول الصحي المعلن من جانب وزاره الشباب والرياضه، وده خلال مشاركتهم في البطوله. الاتحاد كمان كان اعلن عن توليه مهمه تطهير الصاله وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه خلال منافسات البطوله، وده في اطار الحفاظ على سلامه وصحه جميع المشاركين سواء لاعبين او اجهزه فنيه او حتى اولياء الامور. الاتحاد مهتم جدا، وكان ابلغ الهيئات والانديه ان اي فريق مش هيلتزم بالاجراءات الاحترازيه هيتم استبعاده فورا من البطوله، وان هو مش هيسمح بتواجد اي شخص سواء لاعب او مدرب بدون ارتداء الكمامات في الملعب. احنا عارفين ان لسه الاتحاد كان في قرار تجميد الاتحاد المصري لرفع الاثقال، والتجميد ده مستمر وفي انتظار الطعن المقدم امام المحكمه الرياضيه، اللي بنامل كلنا ان هو ان شاء الله يتم قبوله ويتم رفع الايقاف ونشوف رفع الاثقال المصري في اولمبياد طوكيو، لان عندنا الفتره المقبله او الفتره الماضيه كان في تفوق بشكل كبير جدا للاعبينا المصريين في بطولات رفع الاثقال. عندنا لاعبين مهمين جدا، عندنا لاعبين قبلوا بلاء حسنا في البطولات الافريقيه، وكان عندنا امال ان هم يحصلوا على احد الميداليات ان شاء الله سواء الذهب او الفضه.